سيبقى السؤال، أين ضريبة الجامعات؟ أين تذهب يا حكومتنا الرشيدة؟ لو ظهرت لما كان هناك عجز في الجامعات على الأقل الحكومية، وكان التعليم شبه مجاني. هناك مبادرات جيدة بالتعليم العالي في دراسة الكثير من الطلبة في الجامعات الأطراف، وهناك دعم جيد على الجامعات الخاصة. النظر إلى الضيق والاختناق والتعب لدى الأسر الأردنية في تعليم أبنائها.